السلام عليكم خوتنا المشاهدين. كيف ما شفنا حورية خرجات اللي كانت صديقة ديال المحبوبة، خرجات وكشفات المستور اللي كان بينها وبين محبوبة. هاد السيدة هادي خرجات وقالت بأن محبوبة كانوا كيتسلموا الفلوس وعلى الإيدين ديالها هي، وقالت بزاف ديال الحوايج على هاد القناة ديال محبوبة. قالت واحد المرة سلمت واحد المبلغ خيالي مهم ديال الفلوس من المحسنين وديتهم الحسن باش نعطيوهم ليه. قالت ملي وصلت قلت ليه أرى نصوروا الفلوس، قال ليها لا ما غنصوروهمش. قالت لي نصوروا فيديو نقولوا الناس ها حنا خدنا الفلوس، قال ليها لا. عقب شد هذوك الفلوس وقال ليها دابا غنخبزنوهم ومن بعد عاد نوريوهم الناس اللي نصوروا معاك فيديو. قالت طلعنا انا والمرأة ديالو هو البيت ديالو. قالت شد الفلوس راهم ما كيخزنوهمش في البنكة، كيخزنوهم غير في الدار، ورشيدة هي اللي كتخزن ليهم العروسة الكبيرة. وقالت بانهم كيخزنوا الفلوس تما في البيت عند رشيدة. وفي الحقيقة جانا واحد اسرار كثيرة اللي تفشات في هذا الفيديو هذا اللي بالصح غادي يضر قناة محبوبة. قالت من بعد ما خزن الفلوس ست فوهم، قالت الغد مني بغينا نصوروا الفيديو بغاو يمشيو للمسجد باش يوقفوا ويقولوا رحنا غادي نديرو غادي نديرو في هذا المسجد بالفلوس ديال المحسنين. قالت طلبات من الام ديالهم الكبيره باش تمشي معاهم حتى هي تصور الفيديو، ما بغاتش تمشي معاها، وبقات قالت تنبوسها وكنطلب لي نبوس لي على راسها حتى وافقات باش نمشيو. ومن اللي بغينا نمشيو قالت العروسه الكبيره هزات الفلوس، قال لي راجلها هذوك الفلوس شديهم وشديهم باش ما يبانوش بزاف المتابعين. قالت حقا مشينا صورنا الفيديو. قالوا بان المسجد غيبني يشريو ليه زرابي وغيشريو ليه برادات. قالت ما شراش الزرابي وما شراش حتى البرادات، هادشي اللي قالت. وقالت بزاف ديال الفلوس انا شديتهم من المحسنين وديتهم ليهم، ولكن باش يديروا هذاك الشيء كامل ما داروش، رغم انهم حتى هما كيخرجوا في قناتهم في البدايات وكيقولوا حفرنا بهم البيار ودرنا هاد البير ودرنا هاد الشاطو ودرنا هاد الشاطو. انا بعدا كيجيني العجب فهذوك الناس زعما غادي يشدوا فلوس المحسنين وياكلوهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هاد الشي اللي جاء على الفم ديالها هاد السيدة هادي اللي كانت معاها، قالت بأنها واحد الناس محسنين صيفطوا ليها الفلوس، وبكثرة ما بقاتش الثقة وشافتهم بالله ما كيديروش هذاك الشي اللي الفلوس اللي كتعطيهم ما كيديروش به داك الشي كامل، كيديروا غير شي حاجة قليلة. قالت بأنها شدت هذوك الفلوس من عند المحسنين ورضيتهم ليهم، كتسلمهم وكتعقب تخلص عليهم وترد لهم فلوسهم حتى تقول لهم انا ما بقيتش كنثق في هذوك الناس. وقالت المحسنين كيعيطوا للولد الكبير ديال المحبوبه كيقولوا ليه راه فلانه ما بقاتش باغا تشد الفلوس وما بقاتش باغا تعطيهم لك، علاش ما بقاتش كتثق فيكم. وناض هو عيط للزوج ديالها قال لي علاش مراتك كتقول المحسنين راه حنا ما كنديروش وراه حنا ما كنديروش. قال لي زعما بحال بقى فيهم الحال بالهضره اللي وصلت المحسنين عليهم. قالت من الاحسن انا اطلعت وعرفت الحقيقه من هذاك الزوج والمراه ديالو، الناس الكبار ديال محبوبه كنا العروسه الكبيره وولدهم، بانهم ما كيديروش داك الشيء اللي كيطلبوا منها المحسنين. هادشي علاش هي تراجعات وبعدات من هاد المهمه، واليوم كما قلنا راها ما خلات حتى شي حاجه، كتحلف وكتقول هادشي اللي كاين، والله اعلم بينا وبينهم ذنوبهم يتقاسموهم. ونكتفيو بهذا القدر ومع السلامه، فيديو اخر.